حسين الشحات يعبر بالاهلي منتخب السويس المنيع. ماتش رزل ورخم والحمد لله عدى على خير. قبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. ابرز حاجه النهارده ممكن تشوفها في اللقاء هو التسلل اللي اتحسب من ضربه مرمى. دي لوحدها يعني كده ممكن يتعمل عليها يعني حلقات. ماتش الاهلي ازاي حكم بيحكم بيحكم مباراه في دوري يعني في مستوى زي كده كاس مصر، وان هو اكيد حكم دوري ممتاز، ويبقى مش عارف ان التسلل ما بيتحسبش من ضربه المرمى او من رمي التماس او من ضربه ركنيه. الحالات دي ما بيتحسبش فيها تسلل، الا ان حكم اللقاء حب يعمل هو ومساعد الحكم لقطه جديده تبقى حاجه حلوه كده تشرف يعني الكره المصريه وتشرف التحكيم المصري، وحسب تسلل من ضربه مرمى. طبعا سيد عبد الحفيظ كان في يعني واقف على الخط هيتجنن. ما علينا ان الكره اصلا كانت يعني اتلعبت وما راحتش للشحات، او بس الخطا نفسه يعني شنيع. ممكن يكون كان في ضربه جزاء لكهربا في الدقيقه 35، ممكن ما كانتش واضحه قوي يعني ما كانتش باينه قوي. حتى لقطه قفشه الكاميرات ما كانتش جايبها بشكل جيد، الا ان اخر كادر كده جاب ان اللعيب بتاع المنتخب السويسري شد قفشه من التيشيرت بتاعه. لكن رامي ربيعة ضيعها برضو، يعني رامي ربيعة دخل وضيعها. طبعا رامي لسه مجدد، وياسر لسه مجدد، وحسين لسه مجدد. كانت مش حلوه ابدا ان رامي ربيعة يخرج المباراه دي مضيع ضربه جزاء والاهلي لا قدر الله تحصل نتيجه سلبيه. الحمد لله ان ربنا كرم حسين الشحات، معنوياته مرتفعه النهارده، كان حلو قوي ورايق قوي حسين الشحات. والحقيقه ان الاهلي كان عنده النهارده يعني حاجتين هما اللي عطلوا الفوز. اول حاجه سوء توفيق، يعني ضربه جزاء بتاعت رامي ربيعه دي كانت ممكن تيجي وكانت تفتح المباراه وتفتح السكه. وتضييع ضربات الجزاء مش دايما بيبقى لعدم مهاره اللاعب او ان هو ما بيعرفش، لا بيشوط في التدريب ويجيب 100 ضربه جزاء ويجي في المباراه ما تجيش، يعني كل لاعب كره فاهم حاجه زي كده. فكان في سوء توفيق، كانت الكره دي ممكن ان هي تفتح المباراه. ده غير ان في كره قبلها القفشه برده فيها سوء توفيق، وفي كره في الشوط الاول كانت لكهربا وكده في سوء توفيق. فكان في سوء توفيق واضح قوي. كمان يعني دي حاجه تانية بقى غير من سوء التوفيق، اللعيبه كانت نازله ممكن ما عندهاش، مش عايز اقول ما عندهاش الاهتمام من المباراه، لا هم كانوا مهتمين بالمباراه، بس لعيبه الاهلي نازله ان هم بيلعبوا مباراه زي اي مباراه. اما لعيبه منتخب السويس نازلين بيلعبوا ان دي مباراه حياه او موت. تفرق يا جماعه، يعني ايه تفرق؟ يعني الاهلي لما يجي يلعب ريال مدريد مثلا ممكن يغلب الاهلي من ريال مدريد 4-1 ولا حاجه، بس اللعيبه نازله ده ريال مدريد يعني هنموت نفسنا ونعمل، فالدوافع عندهم قويه وشديده. طب ريال مدريد نازل ما عندوش دوافع قويه جدا، عنده بيعمل شغله خلاص ماتش ولازم نفوزه بس من غير الحماس وكده. لذلك بص لعيبه منتخب السويس قبل بدايه اللقاء جمعوا مع بعضهم وقروا الفاتحه وتشجيع، ولعيبه الاهلي عادي واقفين بيكلموا بعض. مش تقصير من لعيبه الاهلي، لكن هو لعيبه الفرق الصغيره لما تيجي تلعب قدام الفرق الكبيره بتطلع 200% مش بتطلع 100%، فبالتالي بيبقى تحس ان في فرق شراسه ما بين الفرقتين. يعني مثلا استوديو اون تايم عمال يقول لك ايه الاهلي، لعيبه الاهلي ما عندهاش الشراسه الكافيه اللي... لا هي مش ما عندهاش الشراسه، هي لعيبه منتخب السويس عندها شراسه اقوى بكتير من الشراسه في الحاله الطبيعيه. هم يعني واخدين كده كميه بقى يعني شجاعه وحماسه قويه، لان هو بيلعب الاهلي وبيلعب في الكاس وماتش حياه وموت ويكسب يخسر، فهو هو اللي مش طبيعي لعيبه منتخب السويس، لكن لعيبه الاهلي كانت طبيعيه. طبعا كان لازم لعيبه النادي الاهلي تبقى عارفه ان الماتشات زي كده لازم تنزل تخض المنافس، يعني اول ربع ساعه دي لازم المنافس بتاعك يتخض خضه جامده عشان يتهت يعني، ولو جبت جون يبقى خلاص يبقى كده تمام. لكن لعيبه الاهلي ممكن ما حدش حاطه كده في دماغها، بتلعب لعب طبيعي وهما التانيين بيلعبوا اللعب اللي هو الاكسترا اللي هو اللي مش طبيعي. فبالتالي ده اللي كان عامل شويه فروقات او حاسين الاهلي يعني ايه ما عرفش يخلص والماتش كان معقرب. اضافه طبعا لسوء التوفيق برضو، انا يعني هيطلع ناس يقول لك منتخب السويس عمل لقاء عظيم ولقاء كبير لا ما عملش حاجه. منتخب السويس ما عملش حاجه، يعني الاهلي مستحوذ على الكوره والاهلي هو اللي بيضيع فرص، والاهلي هو ما عملش حاجه غير ان الكوره مش ماشيه مع الاهلي ومعند لعيبه الاهلي والهدف اتاخر
بس. لكن بقى اللي هيطلعوا يتفزلكوا يقول لك منتخب السويس وعمل اداء ورفع قبعه واللي مش عارف ايه وبالعافيه الاهلي كسب واحد، لا هي كوره كده يعني، ماتش مع عرب وماتش في فرص كتير ضاعت، فالاهلي كان ممكن يكسب اكتر من كده يعني. يعني في كذا كوره فيها سوء توفيق وفيها باد لك، وفي طبعا توفيق كبير جدا للحارس بتاعهم كوكو، فهو ده اللي خلى الشكل يبان كده. كهربا انا يعني جاب جوان كتير كهربا، وادى اداء بطولي ورجولي جدا مع الاهلي وحاجه حلوه، بس في حد دلوقتي بحس ان كهربا فيه مشكله في رجله يعني، بحس ان كهربا لحد دلوقتي يعني، هل كهربا لحد دلوقتي مش جاهز بدنيا؟ معقول يعني في كور كده تحس انها بتطول منه، بيتصرف فيها تصرف الفوت ورك بتاعه غريب، زي كان مش عارف يعني، فاكرين بريستاو زمان لما كان بيكعبل يقع او مكسون الكعب يقع، معرفش بحس كهربا ساعات كده يعني. كمان حتى اللي بيتكلموا ان كهربا يلعب جناح، طب هو كهربا يلعب جناح كده ازاي بالفوت ورك ده او بالسرعه دي يعني؟ مثلا الواد حسين الشحات بيلعب جناح لان هو سريع وبيرقص وبيقطم ومغير جسمه ويعمل ترنات، الواد احمد عبد القادر برضو يعني في حبه سرعه شويه عنده وبيعمل ترنات وبيعمل الترقيص بتاعه والشغل اللي بيعمله شغل الحواده، لكن كهربا انا بحس كهربا مش سريع، وبحس كهربا ان هو مش مهاري مهاره ان هو يعدي من واحد والتين يعني، يعني ما عندوش مهاره احمد عبد القادر، وما عندوش مهاره حسين الشحات، حتى ما عندوش مهاره قفشه، قفشه على بطئه لكن قفشه عنده مهاره، فما يعرفش اصلا اللي بيطلب ان كهربا يلعب جناح ازاي، كهربا يلعب جناح اصلا بالمواصفات دي، هو فعلا كهربا انسب حاجه ليه ان هو يلعب راس حربه يعني، ده الواضح. في نقطه تانية برضو، هو استاد القاهره يعني المفروض ده احسن استاد عندنا يعني، المفروض ده افضل استاد عندنا، شايفين في حبه حته في استاد القاهره عند عند المرمى وعند ضربه الجزاء وعند ال 18 يعني، الحتت النجيله متاكله والنجيله صفرة، لما ده احسن استاد عندنا وحالته كده ايه بقى يعني ايه؟ وده استاد القاهره وده اللي كان كل الوقت ده احسن استاد في مصر، فما ده احسن استاد في مصر برضو الترتان او يعني التراك في حتت الشمس وحرقاها واكلاها وقبه غطوا، كان في حاجه كده بتتغطى كده بيها اللي غطوا، طالما انتم مصممين تعملوا استادات وتسيبوا لي استادات بتراكات اللي هي عفى عليها الزمن، طب غطوها بقى لما يبقى يجي حاجه اولمبيه ولا حاجه يظهروا التراك. لكن هو الدوري المصري يعني هيفضل كده لحد ما ينقرض يعني، الدوري المصري هيفضل كده لحد ما ينقرض خالص، يبقى حتى جمهور مصر ما يتفرجش عليه، لان بالطريقه دي احنا رايحين لسكك. الدول الافريقية عندها ملاعب احسن من عندنا، شايفين الدوري السعودي بيعمل ايه وبيجيب مين وبنيه تحتيه ازاي؟ طبعا هنقول ايه، اصل دي استثمارات واصل ديت يعني الحكومه هناك هي اللي بتساعد الانديه بالفلوس، مش احنا مش عاوزين نجيب لرونالدو ولا نجيب الناس دي، مش عاوزين احنا نجيب لعيب، مش عاوزين الحكومه تساعد حد وتدي له فلوس نجيب لعيب ولا حاجه، عايزين بس يعني الملاعب حتى تبقى كويسه، يعني الملاعب حتى تبقى كويسه عشان خاطر يعني نشوف البث التلفزيوني يبقى كويس، بس يعني عايزين كده عشان الدوري يبقى دوري يعني العين تعرف تشوفه. طبعا النهارده يعني قفشه لما نزل قلب المباراه، صراحه انا شايف قفشه نقطه تحول كبيره جدا في المباراه، الشوط الاول حاجه والشوط الثاني حاجه ثانيه خالص، طبعا حتى كمان بعد نزول احمد عبد القادر واحمد قندوسي الدنيا نشط اكتر، لكن انا شايف ابرز واحد النهارده باين قوي التحركات بتاعته هو قفشه، وهي دي الطريقه اللي بيحب يلعب فيها قفشه، اللي هي طريقه 4-2-3-1، وان هو يبقى البلاي ميكر والمعلم بتاع وسط الملعب، ويدي هنا ويدي هنا ويروح هنا وينزل ياخد الكره من تحت ويطلع بيها لقدام، حبه يدي في اليمين وحبه يدي في الشمال، دي يعني ميزه قفشه، دي الطريقه اللي يحبها قفشه. فشايف النهارده قفشه هو رجل المباراه، وهو اللي يستحق ان هو ياخد اللقب دوت. في لعيبه بقى يعني خد فرصه، يعني مثلا طاهر محمد طاهر، انت خدت فرصه لتاني ماتش على التوالي، انت جبت المره اللي فاتت جول، الماتش ده ممكن تحركاته مش وحشه، ممكن تحركاته مش وحشه، بس انا عايز ايه من الجناح؟ ما انت عشان تنافس الناس اللي معاك دي يعني لازم، عشان تنافس واحد احسن الشحات لازم تجيب اجوان، فكونك انك انت هتستمر كده يعني هتلاقي نفسك في صعوبه. تمام، احمد عبد القادر جاب جول الماتش فات
المره دي ما جابش. بس احمد عبد القادر عنده اللي مش عند طاهر يعني، عنده حكايه الترقيص دي شويه بتسند معايا. الاهلي هيواجه ازمه كبيره جدا في ان هو تلاحم الموسمين، ما اعرفش لحد دلوقتي ما حدش اتكلم على الموضوع دوت، ان دلوقتي ماتش السوبر الافريقي يوم 12 او 11 اغسطس، والاهلي لسه ما حسمش الدوري، ولو الاهلي حسم الدوري ممكن يحسم الدوري يوم يعني ده كده ايه بتقدير متفائل يعني يوم 8 يوليو مثلا، ده لو هو ايه يعني كسب بقى وكمل في المكسب. طب لو تعثرت شوية بقى والدوري اتحسم يوم 25 ولا يوم 24، طب اللعيبة دي هتريح امتى؟ هتريح بعد ما تلعب ماتش السوبر يعني؟ معقول الاهلي هيدي راحة بعد يوم 11 اغسطس؟ هيدي مثلا لحد اول 9 راحة، وبعد كده يبدأ يعمل برنامج الاعداد بتاعه؟ طب ما انت الدوري بتاعك هيبدأ امتى؟ هيدي تتوقف بقى الدوري بتاعنا هيبدأ امتى؟ يعني دي هتتوقف الدوري بتاعنا يبدأ. لو الدوري بتاعنا هيبدأ في اول 9 مش هتلحق تعمل الحاجات دي كلها. ربنا يستر وما يحصلش زي كل سنة حكاية تلاحم المواسم ديت. لو لسه بتسمعوني لحد هنا انتم احسن جمهور لاحسن نادي، بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.